السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. هاي حجرتي شيء طبيعي نطر الحين لين يجون عدو ينطفونها، ما ادري شو برويكم المنظر ويني وايد على شو وايد. شوفوا الاطلالة مالت حجرتي مرة على السيح. ها وين شفت وين البناية هالمعواي، هذا هالبناية اللي الواحد كنا فيها، وين العرب والناس الوايد والحشرة والصدعة. ويقول لك هني العصر اليوم في الليل، شو الكريش هذا يقول لك أمة لا إله إلا الله، يبرزون بالخيام والأسواق والدنيا كلها اللي في استراليا تي البقعة هاي. هذا كله حين جرانا نحن الشارع هاي اللي تشوفونه، أتي أمة لا إله إلا الله. تدربي أنا وين الحين؟ أنا أبوي في دور 36، وهم بعدهم معالية أنا فوق هم في 60 شيء، و60 هي لا 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 ما بس 60، بس 60 في الدور 60، أنا في الدور 36 حجرتي. شيء فنان ورقم واحد، المنظر يعني يسوى ويستاهل. والبلا هاي شيء حجرة بعد طرفها، هب حجرة بلكونة ترى، هاي شو كبرها، هاي بلكونة كم مكبرها. شو أبوال ما قبل تريم أبوال تريم ما أدري شو الدنيا، شو بقولكم أمور أمور خطفت علي ما خطفت على مسلم، كان الحمد لله. هي والله شوفوا أقولكم، وهذا الطرف هذا مقعد أظني البناية هاي حد بدو يمكن يسكون فيها ولا شيء. شوف بلكونات، تم بلكونات كلها مدر وراء رمل مصبوب فيها الرمل، كل بلكون أظني شابين كم تريب رمل فيها، أربعتين ثلاث ولا زل ظنكم، لكن أظني تراب شن شرات رملة العين، الرملة يا غير رملة العين، سبحانك يا رب. هي والله في كل البلكونات ساكنينها ابوي حد من هالعين، يمكن طالبين عليهم مسطر رمسكم. هاي رملة رملة حمراء في البناية كلها في كل البلكونات، شوف على ما تشوفون من هالعين ولا من هالليوة ولا من بوظبي ولا من جدل المرموم ولا ند الشبة، هذا بقى ابوي يحبون الرمول والدنيا والطبيعة الحلوة يعني. والحين عاد هنا الرب يتريوني وبنزل، والبرنامج عندهم انا ما ادري شو البرنامج، انا اسير بي القط شيء زاهر مره ما يخصني انا، لا تعنى ولا تصرف. انا ابوي وين ما قال ابوي انا معزوم، المعزوم يتشرط، انتوا ريتوا ان الحد يوم يعزموني يتشرط بسير بقعه الفلانيه ولا العلانيه، لا بقعه برنامجهم كل فل وكل ممزور من يصبح قبل ما يجون. الخيبة هذا قطع وين متفيزة إن شاء الله الحق عليه. شو هالريال مقوى طعوين، أنا بكم هالتربوع ريال له حرمة. هي فتشرات الصنطبانة ما نعرف أنا قبلت ولا ندبرت، سبحانك يا رب. هي أقول لكم فالبرنامج يكون فول يعني مرة يعني مرتب وزاهد من يوم نحن في أبوظبي ونحن في الإمارات، كل شيء مزهب يعني وين بنسير وين بني بالملي، فلذلك أي مقترح يجيه يقول هي يا غير ما ينفذه. شو السبب؟ لأن من البلاد في كل سفر نحن نسير. ما شاء الله عليه أبو محمد يكون مزهب البرنامج، حتى المطاعم وساميهن والأماكن اللي بيصير لها من هناك يكتشف أشياء ما يداني يصير مكان حد ساير اللي من قبل، عيب روحه حب الاكتشاف عنده. ونحن بتعلمنا الا شراته يعني حين عزمنا. وانا يبوك بعد عذابي عذاب، لازم انزل من الدور 36 لين تحت اللوبي تحت الارضي، واركب لفت من غير يودي هذاك اللفت من الدور 40 لين 70، وانا الله معزر علي انزل لين تحت كل يوم على هالمنوال، انزل لين تحت الارض واغير لفت واسير واتقهوى عندهم ونظهر. بعد مغايض اللفت مايه لين الحين، عاده غمض برج، لكن ما شاء الله عليه سريع ابدا 36 دور هاي ما ابدا في لمح البصر، سبحانك يا رب. ايوه شوف العلامه مالتهم شارات قريبه من علامه اعمار، هي عمار ابوي لازم كلنا ابوي بيتباهى وكلنا ابوي بيقلده في كل شيء، كل شيء بيقلدونهم. اي شيء في عندنا في الامارات
أزمة الدنيا الحين كلها العودة تقلده في كل كبيرة وصغيرة، أي شيء يستوي عندنا كان مبنى ولا شارع ولا مشروع، مش الإمارات اللي تقلد، لا هم حين يقلدون الإمارات في المولات وفي الترتيب وفي في ترتيب الشوارع وترتيب الزهور هذا، ونحن بلادنا حارة جهنم عين لو باردة. هي اسمي يوري يستوي عندنا، بيحطون الزراعة حتى فوق جميم الليتات من فوق. وصل اللفت كان ريكتو والله العظيم النهار روح انا شبت الدور الاول. انزين اقول لكم لو البلاد عندنا الجو بعد يساعد، الحين ما شاء الله الجو حر و ما برمر بس. جود مورنينج. جود مورنينج. هذا عاد مكان ابو محمد، مكان بلاد من كبرها. هاي شنيطتي عاد هنا، وهاي كلها ترى حجر، كلها مسترات حجر، مطبخ كام كبره، وهاي هاي حجره هني من غير حجره عوده، وهناك الحجره الماستر كي اكبر وحده فيهن، وهاي غرفه كوي، وهاي بعد غرفه نوم عاد من غير، وهاي غرفه الطعام، وهذا شارات البرند خارجيه يعني. كيف اراويكم هنو الحين بتدخل؟ ها كيف ارويكم؟ ها 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 هذا القسم مثلا الحين هم ياسم هناك، انا ما اريد اظهرهم. ها تتي جاي ها على ما تشوفهم، ها على ما تشوفهم. ها هذا البحر نفس اتجاه بيتي انا، يغير انا تحت وهم من فوق. ها شوفوا سيفة جولد كوست، وهاي البلاد على ما تشوفهم. يا سلام سلم يا سلام، هاي عاد اظني بحر ولا اقول لكم ترى ظهر نهر. هذا النهر كامل، ها وين ما تصير ها كلها نهار ابوي، ها كلها اللي تشوفونها نهار انهار وما ادري كيف، وكل ابوي لكن ما شيء عندهم ابوي يقول لك دفق السيل في الضاحيه، ما شيء دفق السيل في الضاحيه، دفق هالسيل ابوي كله يتكون انهار، ومن يتكون انهار ابوي يتكون في هالبحر في هالمحيط العود. شوفوا ما تشوفون رملته مش قال بيضه مغسوله من ابوي مل انهار ومل امطار، بلاد عليها رضوان من الله، وموافجة ورخيصة وامان وفنان على ما تشوف. هاي شي شراتها هاي بلاد في الدنيا، وهل هاي صدقكم اللي هلها الابتسامة اقول لكم ما تفارجوا يوهم، بس هذه خوش حلوة يا غير فيها شعرة البعد البعد ستة هفت لا ثرها ما بستة اشهر 13 ساعة ثرهن، وانا اتحراهن 16. تدور في بلادهم بوي الاصبخة ابتفق ما تلقى، لو تبى اصبخة تدربها عينك دواء دواء عن الرمد، والله ما لقطت الاصباخ، الاصباخ ما تدور عيل هذا البحر على ما تشوفون. لك اللي يتغسل اللي يغسل البحر ويغسل ارضهم، هاليبال هالخضر والامطار اللي تطيل ريح عليهم تتكون هالانهار، ويدفق بوي الدفقة كامل في هالمحيط. فلذلك ابوي سمكتم جليله تسهكت والحمته ترفه، لو تيك السمكه كبر بنادم ب 100 وديل الحمته ترفه. انزين وكل زين، وهل تشوفون هل تشوفونها ترى على فكره الاستراليين هالبلاد هذه هالاستراليا يمتازون ما يسكنون في البنايات، شراتنا كلها بيوتهم ابوي بيوتها، هاي شعبيه اللي تشوفونها، هاي تشوف كلها شعبيات اللي على الانهار كلها شعبيه، كلها بيوت المواطنين اللي يسكنون. ها شوفوا على ما تشوفونهم كلهن بيوت اوادم، بيوت يعني قصدي عرب يعني هل بلادهم روحهم هل البلاد هذه. وهي اظني تحت شنها جامعه ولا سكن مال طلاب ولا سكن مغتربين، ما تعرف شو هاي اللي تحت الحمر. والباقي 90% من هالبنايات اللي تشوفونها تحت هالسحاب كلهن ابوي شوفوا يبينن، لاني انا راكب في على بنايه شارات الديناصور، فلذلك ابوي تحت تشوفون كانها كر قمل، هذا تشوف كل بنايه 30 و40 دور يبين كانها ابوي قمل، هي عباره انا عباره في مال في العملاق، واللي تحتي كلهم قصار على ما تشوفون. شوف سبحان الله البلاد بلاد فنان، والجو غاوي ولا شيء ضوضاء ولا هرنات ولا طاط ولا طيط، والله يا ابوك كان هالبلاد مرشوش عليهم فليت ولا يرمسون يا غير بالمان. شوف والله عليك في خاطر يسير الطرف هذا تصور المكان اللي توهم الشباب ياسين فيه، ما رب تصور لكم اياه، هذا مساء يومهم ياسين الحين عاد شدنا الشباب.
تريزي رقم هاد لا دله القهوه حطها في السياره حين بنسير بها. شو اقول لكم؟ بلاد 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 عليها رضوان. لا والسكن الرئيس ترى موافق ما بغالي، يعني اللي تسكن به في لندن باسبوع يسدك شهر ونص في استراليا في هالمكان اللي نحن فيه. اللي سكن لندن في اسبوع يسدك ابوي شهر ونص انت وفريجك. شو اقول لكم؟ تحراها من سايه هالبلاد ما حد يدري بها. ما يجونها يتعايزون على سب الطريق البعيد، يعني ما فيها الا العذروب البعد. ولا كله زين وكله فنان وكله وميوات والخضره والفواكه، اما تشتهي النفس. هي والله اشياء غير نمونه. يسدك البحر طايحه صلاني، هاي يوم اقول لك صلاني هذا صلاني. صبحكم الله بالخير. جايين الفندق هذا نتريق ريوقه في هالفندق، فندق تحس كأنك كأنك داخل محل مجوهرات، تحرى عمرك داخل شيء من العصور الرومانية والأشياء القديمة، شيء صناطوين كبار والهنتيجان وعلي وسقفة علي وكله رسم فنانة ومنظر جميل، وايد وايد جميل ورسومات. وشو الأكثر العالم كلها تي أكثر العالم تي الله يحفظكم للتصوير. لكن نحن جايين نتريق إحنا إن شاء الله إذا الله راد. وشو عاد أحلى شيء هاللي تشوفونها لون بنفسجي، شوفوا أقولكم تلوموني في هاللون. في أي بلاد تسير وأي مكان تدخل وأي مكان تسير تلقى عبالتهم كل من هاللون في كل مكان، وين ما تسير اللون هذا يزبر ويرحب شو بقولكم؟ أمور والله هاللون روحه. لومون والله العظيم لا ملا من اللون. مصيبة شو ما شاء الله كل فنان وكل غاوي. سدك كل التيجان تيجان تيجان ال تيجان الصناطويل وحد سوى تستاهل. المدخل مال بعد فنان يا غير بعيد عن عين الماء، بعيد يعني فتش بعيد عن عين الماء، يعني تقريبا 20 دقيقة أو 5. هالمكان الفنان وتقهوينا عندهم هاك القهوة الغاوية غاوية يا غير مصبرك كأنك تشرب صبر، حد دايف لك صبر في فليان وغارنك إياه، يعني قهوتهم يوم يقول لك قهوة مصبرة هاي بوي القهوة المصبرة، مصبرة بمعنى الكلمة يعني. زين يعني يا غير خدت قريتي وكلنا خفيف أكلهم فنان زين، يعني عبارة كهوة الضحى. وحين ساري مكان ما يندرى وين بتصير ابو محمد؟ مال احجار ما ادري شو منجب مال احجار كنا خلاص. شفت شيء تصور صورت لكم اياه يعني الله جعلنا من الحين. وبلادهم نظيفة يعني تدور قرطاسة طايحة في السكة ما تلقطها، قرطاسة ولا قريطيسة حتى ماشي. صار منطقة اسمها سبرينغ بروك، المنطقة هذه كانوا بيقولون بيصيرون جدل مناجم مع مناجم، وعقب غيروا رايهم بيصيرون الحين جدل منطقة وين شلالات وما شلالات اسمها سبرينغ بروك. فالحين وهاي الحين المكان اللي وقعنا فيه الله يحفظكم استراحة يعني في الطريق كده بنوقف بنصلي ونعم من الله خير بنصور شوي ولد. وقدام هالبحيرة اللي كبر بضايب أربع وديات مسافة من جولد كوست لين هاي وين نحن سايرين اللي توني عديت لكم مثلا الشلالات سبرينغ بروك ساعة بالسيارة سرعة 80 بعد ما تروم تسرع أكثر.
في المنحنيات 40 وفي الشارع اللي هو سيده 80 ممنوع تسوق اكثر. والله المكان جميل يعني. هذا الحين الاستراحه بوقف من الاستريح ريح يعني. وهذا اللي تشوفونه الحين وين ما كنت نمشي هذا عباره لسان، لسان من اليابسه داخل الخوره هاي داخل البحر يعني شرات راس الخور هذه. والخوره هاي هذا عرضها على اليسار وهذا قدامها وهذا يسارها يمينها، هذا اليمين وهذا اللي هو قدام وهذا اليسار. هاي بعد ما ادري شو وهاك راعي البانوش صغيروني ما شو هذه يا حق الريال هاك اللي بالودي وركبها وياه وعنده سناره كان اظني شيء سمك فيها البقعه هذه. البقعه هاي فيها سمك اكيد 100% واللعب سناره شو بيصير يسوي؟ يصيد ضبع؟ ما بيصيد ضبع سناره بس يصيد سمك اكيد. سبحانك يا رب. احنا بعد باجلنا تقريبا 20 كيلو عن نوصل هذا وين الشلالات اللي نحن عانين عسبهن اسميها بلاد. وترى هذا ما بحر، نهر حلو ما طعمته لكن بحر ما بحر حلو ما فيه طعمه يعني الشبيات فيه ما ادري شو ما فيه. روح عيوني تعورني بعدي اضرب لي تسمم ولا تضربني طرقه ولا مسير ما فيه. شوف الحطبان يا سلام سلم والله بلادهم فنانه بلاد عليها رضوان من الله. بلاد يعني يوم يقول لك بلاد عليها رضوان من الله هذه. بس عليكم يلا بس الحين بصلي اول شيء حمامات عيال في الطريق. وشو بقول متعبلين من العرب الليوم ما شفت انا عاد زحمه هالطريق فيه ما في الا نحن كم من سياره بيكون يمكن ما حد ساير جاي حينه والدوام ولا ويكند الله العالم. هذا المكان اللي نحن هنا هذا مرسى اسمه مرسى يعني مرسى قوارب اللي عند هذا شوفوا على ما تشوفون هنا التريلات الطراريد على ما تشوفون هنا اللي يجيبوا يبركن بتريلته وهذه ها محترانية وبس نزل ابويني شاتم وطرقوا في البحيره صاروا يحذفون وردوا عاده. ونحن ابويين عاد متطفلين وقفنا اللي خصفهم شو هذا مكانهم ابوينا ينزلون بالتريله لين طرف الخوره ورق جو ابوي ابواني الشمس وردوا وركبوا سيارهم وساروا. شوف الشباب هسه يصلون هناك الحين حب يسير وحب يرد انا بسير مكان حد وحب يرد بيركب السياره. اسمع شيء نار شو اقول لكم يميع النمل هذا وين صليت انا ويمين يميع النمل موجود والله ولا قال لي كم الخبر. وحمامات تنبوي مكانهم نظيف وكله زين وكله فنان وكله قاوي وحتى النمل ما قال لي وين ساير ولا دب علي ولا قال لي كم الخبر. هل انه ما بعايب انه وضعي ولا رب العالمين رحمني ما خلى النمل يدبي على يمي وانا جالس اصلي. العلم عند الله عاد. يلا حتى غربانهم غير ها شوف حتى غرابهم ارقط ما بغراب اسود جاي لا ارقط ها صحو كامي ابيض واسود شوفوا صحو كامي. ترى المكان اسهل من الخيال سهل سهل بطريقه خياليه ومش صعب ولا حد يعظم الامور وما شاء الله ابو محمد ما قصر بارك الله فيه هو اللي يدرول ابنه من ظهرنا اللي وصلنا وسواقته هاي السواقه اللي عليها رضوان من الله رقم واحد والله يا ابو محمد بارك الله فيك جزاك الله خير ما قصرت. ولكن الحين ما ظني انا الشلال ما شفته اظني ورا هالاماكن صار واحد من ربعي يجيب لنا الخارطه من هاك الفيزيتر سنتر اعتقد اسمه هذا شو ما يندرى شو هذا شو ما يندرى شو شيء الحين هويه ورا هالشياء هويه طير العقل. الحين ساير جداها بصور لكم عاد من فوق شو المنظر شو اللي يستوي عاد. ورد عليكم الاخبار بعد دقايق بالعدد لا تستعينون بسم الله. حلي الهنديات
شوف كان ريتو ديات ما يندرى منو مالاته. فظني هذا الناطور تحيدون الأول جدا سيح شعيب النواطير اللي في الدكاكين دكاكينات هالي ورا سيح شعيب الأول ها كلهن الهنود الباكستانيين والطبابيخ اللي يشتغلون حق في الدكاكينات المطاعم هالي اللي في الطرق كلهم أبوي يربون دياي. وظني هذا أبوي الناطور مال هالمكان برب له الديايات والعلم عند الله يعني. حديقة هذا بيت عرب ما يندرى منو بيته. حين وين في قمة اليبل في جبد السماء مرة ما شيء باجي شوية شو شمسهم ها تضربك في خمرة الرأس لو حد شيء هم هم همبة بيصوجع من حرارة الشمس لو شيء همبة ثامرة صوقعت الشارع على ما شو هذا الحين وينينا هذاك وين وقفنا الموتر هنا تي اي مسيها شارات الفرضة هالفرضة يعني مو وقف شارات الكرنيش وايجبك على الدنيا هاي كلها شوفوا جولد كوست خيب شوفوا جولد كوست شوفونها سويت لها زوم خيب لو بسوي اللي بسوي كان ما بي هي والله شوفوا سبحانك يا رب من ثريجنا وين نحن ساكنين بالضبط ساعة يميع الوديان ويميع الدنيا شوف بلاد بلاد وشيرهم ها شرات الهنبة وهو ما بهنبة شرات ورقة الهنبة وهي ما بهنبة لك غابضات اني هاد الديايات ما يندرى بهم من ملاته روحهم ما بيستون دياي روحهم ما يليج في العقل بعد هاللي يخر من هال من هال من هالعلو بيخر من هال في هالهوية بعد لحد يصير ابوي يتلي يخلون ابوي بهويته مكان شارات الليل الاول يومين هوي تنهوي الطويان على العرب ما يلحقون خلاص دكوا مكان وهذا اظني نفس الشيء استغفر الله العظيم اللي بيطيح من فوق هالعلو خلاص ابوي رحمت الله عليه هي والله سبحانك يا رب في خاطر يعرف منو دياي عاده هالديايات اللي تو صورته ما يندرى منو مالاته يا ربي بيجتني الفضول بيجتني الفضول بيجتني الفضول اسميها بلاد هي والله وبدربي ما بضلاله بالهذا الجوجل ما بتصور اللي تباه وتقول وين تبا يوديك ابدا سلام من سلام لين توصل لا يبال ابوي حديث وما زالت الدياي تنبويني تنبر تدور لها مركض اني هاي الصدع كلها ابوي تدور دود تنبش الدود اللي تحت ما تشوفهاش قايل ملتجه هب منها ملتجه ملتجه ابوي من الصراط طايحت لها ابوي بمال ما ورا والي وين ما بتغدي هالغلط والله يا ابوك شل ادمي يدور على في على ظهرها الادمي يدور كذبه لك انا هكذا يقول بعد كذبت ما تسود ويه راعيها لا تعتبر كذبه يا هذا وصف يتوصف أوبا يقول متوصف كذبتن ما تسود ويه راعيها ما بكذبه أبدا ما بكذبه يا سلام سلم والله إني تمنيتكم عندنا في المكان الفنان يا غير بعدنا الشلالات ما شفناها أظني هاي استراحة بيكون شيء وادم بعد منك شوفون أنا واصلين وقلت في خاطري ما بلقط حد عرب وأول ما تبادين اسمع نحس ريال يزقر ولده عباد 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 أبوي لا تقول أبوي أنت تعرف بس لابد من حد أعرف عنك حد أعرف عنك هذا لابد ولا عذر منه إنك أنت جاي الحين داز بالويه من هالكثر سن العالم تيها البلاد وأنت دعا وإنك بتصير الطالع لا 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 عرب وايد أبوي دل وتعرف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كبنيات صغار يتوهم هذا نها ما يا بنات منو هذين تكلمون عربي هن حليل هن ما يندرى بنات منو ما يندرى من حلوين غنبات النهاية لك لديايات ما يندرى منو مالات يزقرون وليد عندهم صغيرون اسمه خالد بعد
هذا اللي تشوفونه ترى ابوي لا بيدار ولا شياته ولا بحديدة عود طايحة ولا بشيب، هذه شيار ابوي متضايقة، اظني ما اكلت منها الرمة، روحها طايحة، شوف هاي يدعها، شوف هاي يوفى من داخل. لي كنت سرت عودة بالكبار، شوف كم كبرها، سبحانك يا رب. هذا عاد الحين شرات المحدرانية توديك لين سمونه وين نحن سايرين، شو اسمه اللي تم قلت لكم عنه؟ الشلال. سلام عليكم. مرحبا. زين أنا حصلت الليل رد زين ما رد نبات. وشوف هالشيء لوحات إرشادية، وين ما تصير 200 متر يمين 200 متر يسار 100 متر شرق 100 متر غرب، يعني والدنيا مطرجة. هي والله والله شيء جميل يعني كان تكون الصدق. هاي شيء ربع عدلك هاي عاد ما بكبر هايج، هذه شرات صلب الكبريت عدال هذيك. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك يا رب. خلف الكاميرا جداية هي طاعت تختلف، حتى الكاميرا بغايضة. شوفوا والله اني اسمع خريره الماء، والله يا ابوك اني سمعت خريره، سبحانك يا رب. شوف انت انا يوم القط شيء يعني ملفت للنظر بصور لكم اياه، ما بها شو مثلا الحين هذا يدعي للسياره، شوفوها ها شوفوا يدعي للسياره وين؟ انا الحين جالس ابوي تحت ها شرات الكهف، ليكون وراء سراب ابوي هذا شيء ولا شيات، ها يدخلون ثلاث انفار وراي. ها ها كان العروق قبل طالع خيب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف العلي شوف لا اله الا الله، ما عندك كم عمرها هالسيارة؟ وصلنا احنا هذا علم ما تشوفون اول واحد هذا ابي تمثيل بياها. اظني هالبياها كلها اللي تشوفونها تدافع تتوارد كلها في جدول واحد وتصب في البحيره هيك اللي وين ساروا الرجال هاي الاخر رجال الاثنين اللي ساروا يحدون من ساعه قبل ساعه، اظني هناك تصب هالمياها كلها اعتقد بالعلم عند الله يعني. هي نعم ايشو سبحانك يا رب اللهم لك الحمد. هي اللي فيها حيل وقوه من الحين ابوي من كنتي، لا تتريى باكر تقول عقب ثلاث اربع سنين بي هالاماكن، ها ترى ابوي الويل شير ما يوصل اللي تحيد عمرها بتبنشر وتبى كرسي ودزوني ويبوا لي كرسي حد يشلني ويحطني ابوي، ما حد عنتر يدززكن. خفن على عماركم الصراط حق تروم من ترقن هاليبان تروم من تبير هالاماكن كلها، ابوي هالاماكن كلها العربان والكرسي ما يوصلها، فلذلك ابوي اللي ممكن تبتي تسوي ابوي نظام غذائي برنامج فنان يكون الله يحفظها على طول المدى، طول الوقت تكون بخير وسهاله، على اساس انها ابوي ما تشيم زيد وعبيد دزوني وتتغمض على هالمكان ليه ترويلاتي صاحيات كان ييت هالمكان، لا خفي من الصراط بتوصلين هالمكان ولا وغير. شوف الله شوف هذاك اللي حويته صورته قبل شويه، هذاك ترى النبع، وهذا وين الشلال، ها شوفوا وين تتهدق المياه. ايه حافظ يا حبيب عند الله علينا، الله يرحم اللي مات ما وصلوا هالابداع، ايه علهم الجنه ونعيمها ان شاء الله، يلقطون في الفردوس الاعلى يلقطون اللي هنمون واخير عن هنمون بنسويها. وهي في أظن الأمطار الوايدة صبح الشلالة شوفوا
الحين في دمكم ما تفنى. هل انتم تشوفون الصورة في هالشلال؟ هل اني انا بين ليش عوادم هنا؟ اللي تشوفون ترى مسوي زوم الحين، زوم مسوي من فوق لين تحت، اكبر زوم في الدنيا. يلا يلا والله هنا ما تشوفونه؟ شوف الوادم اظن هذا وين نحن، الناس تصير تمشي لين تحت. يميع النارير ويميع ما ادري شو، ما ظني نارير هذا البلية مره مال زينه. شوف يوم ما بيستوي هني النارير وين بيستوي؟ يوم ما بتستوي هني هالغبيب الخضراء وين بتستوي؟ هذا ابوي معدنه وهذا بقعته، هذا ابوي بقعت شيء. هذا يقول لك يوم الشيء على عمل بحره، هذا عمل بحره، هذا الغابات ولا وين ما بتسوي عندهم ديناصورات وطحنه الزمان وما ادري شو والاسود والنمو. كل شيء ولا شيء، كل شيء ولا شيء. هذا المنبع، منبع الماء المياه اللي تشوفونها من ها من تحت هالحصان، من فوق هاليبال، ويجري يجري يجري وين تساير ها لين سقتيها. هذا سيره يتوالفن عاد الجداول، شيء شرق وشيء غرب ها على ما تشوفون، ويصبن ابوي من الشلال هاك العود اللي توني صورته كنت هناك ها فوق قريب ورا الشيار هذا، كنت شيء شارات اليسر هنا شارات الكرنيش. انزين وتوقف ابوي يصور عاد المياه هاي كلها تصب من هاك المكان، ويغدي شارات الشلال منظر خيالي. تراكم شفتوا ايه هبتون ستشون بعماركم الا مني والطريق. ترى كل شيء لتيم ولا توقيت معين لازم تكتب انك بتسير المكان الفلاني، الطريق هذا مفتوح ترى الساعة الفلانية، هذا باب ها على ما تشوفون اكيد له وقت معين ينفتح ووقت معين يتسكر. اللي تفتشون بعماركم تقولون ودانا وخلانا نسير، ما قال متى يفتحون متى يسكرون، لا هذا متى يفتحون متى يسكرون ومتى الطريق سمح، متى ما فيه انهيارات ومتى ما شيء سيول وامطار، وهذا الناس خطفت يعني على ما يينا نحن ما شاء الله تساهيل الدرب ما فيه إلا نحن. هذا الطريق الطويل كم طوله؟ ساعة بعد بضبي عن دبي، بعد بضبي عن دبي، لكن الطريق يغني يا ليل يغني يا ليل ضيج. هي نعم ودرب واحد يعني، يعني سيارة سار وسيارة جاي بعد، ما بسيد ورون سيد، لا سربجي سار. الشرح يوم تكتب في جوجل انك بسير البلاد الفلاني ولا تدخل البلاد تكتب انه يعني بسير المكان الفلاني، يعطيك ها شو سلبي شو الايجابي شو احتمالية الوصول كم التيم، الجو غايم مطر طهف طوفان يهد، يعني هذا التحرون اللي مني وطيج لازم يكون حليلة. ضحكوا لي ضحكت لهم ها ريال ويا حرمته ما اعرف من هذا ليه يعني اظني ما ادري سواك كانهم يعني في مقصود اللي بيي ما يفتش بعمر مني وطيج، لازم يشيك الوقت والتيم يعني بندين فاتين مسكرين الطريق يعني في امطار الوقت هذا ممنوع الدخول، يعني كل بلد ولها قوانينها. فانت لا تقولون فتشينا بعمارنا من دار لين ديره وما لقطنا الشيء الفلاني، لازم ابوي كل بلاد ولها قوانينها ودستورها خلصنا الحين مكان هاي الشلالات اللي شفتوه شيء تحت أماكن جميلة، لكن تنزل لها بدري، الدري مسافته 5 كيلو نزول وبعدين بتصير 5 كيلو صعود، واللياقة والله انها والريول مت يبسات شو بقول لكم والكبر شيل زين ولا والله العالم كلها ابوي تعنى عسب هالشيء سبحانك يا رب. يا غير نحن صرنا ابوي السهل، صرنا السهل يعني السهل نحن سويناه، ولا الصعب هاك اللي نازلين للعرب تحت المحدرانيه هذيك تنزل لها 5 كيلو لين توصل. شفتوا وين صورت لكم وين مال الزوم هذا يلقط العرب من تحت لين فوق، هذا صورته هنا العرب كلها ابوي تحت تصير هالعالم كلها اللي تي ها شوف يميع سيايها، فالناس كلها ابوي تصير مخصوص حق هاك المكان.
يا غير بعيد 5 كيلو نزول. الحين بيودونا مكان الكهف، كهف وشلال يدلونها، ما يدلون يعني كاتبين على من الاماكن اللي حاطين برنامج بيونها، من الاماكن اللي بيزورونها الكهف من عقب الشلال. يعني برنامجنا شي ماشي، ريوق كهف شلال ما ادري شو ما ادري شو ما ادري شو لين يدر علينا المغرب. ضوينا عاد ما نسوى شي الطعام من التعب. يلا من نوصل شهر بصور لكم بخبركم المساء من لي لهناك. اقول لكم الطريق هذا الحين احنا وصلنا طريق الشهف مال حصار، لكن وين وقفنا الموتر عاد الحين تمشي طريق نزول ساعه، نزول ساعه يعني ما ادري كم من كيلو، مكتوب نزول ساعه لين توصل مكان الينبوع الماء هذا اللي وين الشلال والحصار ما ادري شو. والعالم حد وراي وحد قدامي والدنيا مطرجه. الحين النزله هينه لكن الصعده كيف العلم عند الله، الله المستعان. Hello. Hi. You been here before? No, first time. Okay. Nice to meet you. Where did you come from? Here. Where from? Here. Uh-huh. How do you are from here and just this is the first time here? Yeah. Yeah. Subhanallah. Welcome to Mars. Ah, mashallah. Hi. Okay. I'm taking picture for you too. Is it okay? Yeah, that's fine. Thank you very much. I am from United Arab Emirates. Alright, cool. Nice to meet you. Where is the warm place? The warmer place in the world. Yes, it is. حليلهم وخيرهم. ما زين الله حجته وسوالفهم. لكن ما نعرفوا ما قالوا ايش حالك ابو محمد. قوية عادة. ودك بنص هالغابة حشة مستحيل. هي بس عليكم احنا من اوصل تحت بارد رمسكم عاد زين بصور وين عند الحصار. ترى رمس اللي قلت تاقب شوي سوالف مغير اني يعني ما عرفوني سوالف. يا الله الحين اللي بس طادون في المي العكرة يا ربي يا الخقة ويا الغرور ويا ما شوف شوف هاي تا يدعم اشياء كبر كبرة وهاي بعد واحد يدعم ثاني. وهذا في نص الطريق ها هذا اليسرى شو هاليد هاي ظني عقب كم من سنة تتحول إلى كسرة عودة كسرة. هي والله استغفر الله العظيم هي عنا بقول له هالمتع العود وين يبونه هالنمون العود يتفحم ويبطي ويندثر. طب لك هاي عودة كم كبرها طول بناية هظني 3 أدوار لو 4 بعد ها هابو التدروب الشير الحطب مال الكهرباء اللي يحطون عليه الكهرباء هذا ابوي ذراهني من هالغابات يجيبوا لكم اياه وانتم يجيكم زاهد. هذا ابوي الحطب مال الكهرباء ها شوفوا ها حطبة الكهرباء اللي الاول يحطونها عند البيوت الشعبيات. يا شوف الحكومه وين جايبت لكم اياها من اخر الدنيا وانتم لا حمدا ولا شكوره ها يقصون هنا ابوي من نص هالغابات ويجيبوا لكم اياها لين ابو ظبي وانتو لا حمدا ولا شكورا كل ما يبيج فيكم ولا كنهم تعبوا عليكم. ها شوف الله عليكم هاي شوفوها هاليد كم كبرة هابو مال كهرباء يبونه من اخر الدنيا لكم انتو وانتو يعني كلمة احسنتو ما شيء ولا بيبات وحطاب وعزرايين مبزينكم هالبزة كله وانتو ابدا مثل جهنم هل امتلأتي قالت هل من مزيد. والله يبوك اللي ما يشكر ولا يقول الحمد لله لأنه يبوكم هذا ما يستاهل حتى من يرد عليه السلام. لازم الآدمي يشكر ويقول الحمد لله وانفعل الله الشر والبلاء لو حتى محصل شف تراب شف تراب لازم تطريب وتقول الحمد لله رب العالمين. هاي روح أبوي نعمة بلها حمد وشكر. يا ربي ليتكم عندي أهل يا المتابعين تشوفون اللي أنا أشوفه. يا ربي شيء طول 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 كم بوصلت لكم. شوف الله عليكم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما أدري شو مكتوب شيء وايد ما في عادة اللي بروح بيسوي كابتشر وبيصور بيكبر ما في عاد تسوي اللي ما يوجه شو المياه
يا الله يا هي دنيا يا هي دنيا يا هي دنيا يا هي دنيا. يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم تبارك الرحمن تبارك تبارك الخلاق تبارك الخلاق ما شاء الله تبارك الله سبحانك سبحانك. شهف هذا من فوقه شوف قاعد نبى هذا شيء مكتب وايد تتهوي عادة الحين يتهدر اي عادة الحين شوف سبحان الشارع ما شاء الله ما شاء الله سبحان الشارع جابين كم بارد في الغابة في الغابة كم هي الكهف هذا هاشوف هاشوفون الكهف سبحان الله سبحان الله سبحان الله شيء عجيب غريب لا تشك راس الحياه واللي يقول لكم شاف ترى اكيد شاف ما يصير والله الجميل غاو فنان وسوالف هاي المكان يلزم العميله يعني حلو المكان والجو حوالين المشكل تقريبا ما ادري كم الحراره كم بارد يقولون اللي بيتسبح بزواله لا يقصفون اجله هذا المره اخر شيء هذا انا عند النبع الحين المره لا مغارة زعيته ولا غير زعيته لا تقولوا لي زعيته ما ادري شو ما ادري شو ها هالنمون شهر شو سبحانك يا رب سبحانك يا رب خير بس تصور هذه المهمة لو نحن ابوي بيطلعون كشف هناك بيورون ضوء ايه بس القط هناك مفرر البمبرز والكلينكس وقواطي العناص وقراطيس النايدون والبيبس اتوقع لو في البلاد غير هالبلاد ما اتوقع انه بيغذي هالمكان بهالمنظر الجميل بهالعنايه لكن رب العالمين عاطنهم شيء ومحافظين عليه وصاينينه يعني وكل حد ماشي بالملي على عن حد يجاوز اخطاء يسوي اشياء مشينه فلذلك تلقط المكان كله نظيف ما كانه شد حطاح المكان ما كأنه شبحة طاحة وأبدا ملبوط بقطنه اي والله نظيف وفنان وجميل وغاو ما في شراكة وينعنى له يلي تبون تون لازم تون هالمكان فنان لك اني بحط صاحي ما بويل شير وكل وحدة كبر تنكر لا اللي تحيد عمرها بوي فيها هبة تي مدامها خفيفة من تترضى في الشحوم واللحوم ت...
تهتم ابوي مكانها. الكرسي ابوي ترى ما يشل، لا تقولون ما قلنا لكم، ما تعطي ريد الكراسي ولا العكاكيز، تحد عمرها صاحي. ما لا يا هالمكان الغاوي الفنان، والله المكان فنان وغاوي ما شيء شرافه. في مال في مال وطول الطريق اقول لكم الحين طريق الدرب هذا الحين جايب يميع البدو مال استراليا، اللي يبيع عسل واللي يبيع جبن واللي يبيع خضره مجففه واللي يبيع ما ادري شو شو. بقول لكم ما في شيء يبتاع في الدنيا اللي يبيعونه، خطر عليهم يبيعون الهواء، كل شيء يبتاع عندهم. كل حد مسوي البويت على الطريق، بويتاتهم هاي البويتات الغاويه، كهربتن وكل بيت عنده له صندوق بريد ودبشهم وراهم بقرهم، يعني شرات عيشتنا الاول. لكن عاد هاي المتمدنين في ناس عيشتنا نحن الاول. الخيبه شيء طاح يهاجمي شيء، اقول لكم شرات عيشتنا الاول يا غير هاي المتمدنين. عاد فيهم متمدينه زايده اللي يطريه ما بمسوين بسطات وبيعون، لا هذا حين يسوون بسطة اليوم أظني وبكرة يودونها نص البلاد. وين الباحث تمشينا هناك وين العرب قلت لكم في جولد كوست، كل هالبدوان ليه عندهم في استراليا يتيامعون يصيرون يبيعون محصولهم هناك. يا غير حين ما يمنع مسويهم مثل تجارة المنزلية عندنا نحن، رخصة مبدعة أظني هني شيء عندهم نفس شيء، نفس الشيء رخصة مبدعة. ويبيعون انتاج بيوتهم وزارعهم من بيوتهم روحهم، انتاج دبشهم من اجبان ومن ما ادري شو، والخوخ والمشمش والتين وشو بقولكم النخي والبيدام، ما في شيء في الدنيا اللي يبتاع عندهم. لكن في البيوت يبرزوا بروحهم شاريتو. سبحانك يا رب، ربنا اعطاهم ما نسانا يعطينا ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. وكوين ظهرنا الحين، هذا الحين المصب مال اللي تكود، ها شوفوه وين يجي يتكود في الحفيره هذه. ونحن الحين اللي المكان اللي انا واجف فيه تدرون شو؟ سقف الحفيره هذا وين يتهدرق المحينه، هذا وين يمشي هناك على ما تشوفون زين. هذا توني صورت لكم اياه من تحت، من تحت الشهر، والحين من معالي شوف ما شاء الله سبحانك يا رب. والله منظر جميل 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 جميل. هذا المصب ويتكون هاي توني صورت لكم اياه من تحت عادي. منظر خيال ياخذ العقل، يسوى لك كتومان. هاي يوم يقولوا يسوى لك كتومان، هذا هو اللي يسوى لك كتومان. تبارك الرحمن. وين ما بتغدي الدنيا ابويا ظلمتن وحده، لازم بتغدي ابويا ظلمتن وحده، لا يبغي لي يوريا ولا يبغي لي تسميد ولا يبغي لي شيات ولا شيء. بقول الله منعم عليه نعمة، اللهم لك الحمد. غير عاد ابوي نحن نفاز بشيء، نحن ابوي الله مميزنا نحن عندنا سدر وعندنا لوز وعندنا نخيل وعندنا شيء وايد. هم بعد يفتقدوني يتمنون عندهم ابوي صرم بانواعه ونخيل بانواعها والنوايع الفنانه، ويتمنون الشمس الدايمه. لكن تجيهم ظروف بعد الشمس في الصيف، في صيفهم جهنم في البقضو. لكن يقول لك الدنيا الاماكن هاي فيها امطار وايده، فلذاك تغدي غبه خضراء، يعني ما زراعتهم ما تكيف هذه لا قيض ولا شتاء. سبحانك يا رب. شو الحفيره؟ دافي فيها بلاد 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 ابوي عليها رضوان من الله، بلاد عليها رضوان. يوم يقول لك البلاد اللي عليها رضوان من الله هاي هي. عليكم وحده اثنتين ثلاث اربع خمس ست
سبع وانت مطرج. شوف الله عليكم. سبحانك يا رب. تاكل وحده وين كبد السماء وكلها مصفوفات سيد واحد طروق واحد عابد عابد كامل من هالشيار. ما يندرى شو اسمها هالشيار. ها طالع شو قال انا مسمن الحطب مال الكهرباء. حتى حطب الكهرباء ما يدوع اهل مثل البنادم باربع وديات. ها لكن نفس الصلابة اظني هاي الليلة الاول يسمونها مال دقالة. كنهن هذيلا اظني هاي ياشرونهن الدقالة هذني من هالبقع يبونها من الادغال. مستحيل ما منها هن 100%. هي نعم هذا ابوي الدقال. هاي يقول لك طوله قب الدقال. هذا ابوي قب الدقال. وهذا وين ما تصير تلقطه قدامك. هذا ظني ديك اليبل. هذا ديك اليبل وهاي ديايه اليبل. وظني هاي تحفر تدور هذا. وهذا ابوي مرتقد عنها هني ديك اليبل. هبل لا تحران انتن ريالكم مرتقدين عنكم. حتى الدياي دياي وين وهذه تشوي. هذا شرق وهي غرب. هاي الدنيا تجيب ويحارك العرب. بسم الله. ها ها خير كر الله كر الله يا رجال يا رجال كر بعيد بعيد. ها ها يا رجل يا رجل يا رجل قول غير هالكلام. دور لك حد ايري تبون صدق تروحت من صدق. اقولكم المساعيه مساعديه وهذا الديج. هي شرق وهو غرب كلهم في فلك يسبحون. هاي حاله الدنيا. يوم تقولون رايلي وين الوحده قاعد تاير ويتكشت ودر انها هي وعيالها. هي بيودرك انت وعيالك. نحن وقفنا سيارتنا هذا المكان على ما تشوفون. هاي ظني الخوارط ما تبقى هاي اللي نحن فيها. هاي خوارط غلط صح خارطه. هاي وحده وهاي الثانية. ما يدرى شو مكتوب فيه. مكتوب شيء وايد كان بوه بلدك عارف. أكيد مكتوب العنوان وما أدري شو. شوف تحت شوف فوق. خيبة دنيا والدين. نبي وبري كره هذا كله. لا وخط صغيروني بعد. والله وبيه شيء حمامات وشيء كل شيء يعني. السيائر موقفات اللي بابوي بركان سيائر. ونزلنا وعيرنا من الله خير. قضينا أبوي حياتنا تفرجنا. وعينا من الله خير. وحين ابوي خلاص من شافه وخلصت ابوي جولة اليوم مكان فنان. وبعدها والله العربتي. ها اسمع السيارة جاي. اي والله ها. هل البلاد روحهم من كبر بلادهم قارة استراليا ما تنقصها من كبرها. ها شو هذا اسم المكان. كان هذا اسمه المكان اللي تونا نحن فيه. ها اللي بيصور يصور الحين. هب تقولون خلاف خبرنا بالعنوان. ترى ابوي لا ما اعرفه العنوان هذا. ها سبرب ناشنال بارك. اخر شيء ناشنال بارك اللي قدام على وايد طويل الكلمه. بارو ما حفظها يا اخي. باري وقت شويه. سبرم بورك شيء من هالقبيل. هذا الوادم كلها هدي النار والله وقاوي ولا شيء. ما اقول لكم بيوت البدو هذا نهى اللي اطريها بيوت البدو. بدوهم مال استراليا. ابوي تاتب دار الزراعه دارة الزراعه بيني وبينهم. اظني بيبين هني. شوف هذاك واحد من بيوتهم. هذا بيوت بعد من فوق. ها دبشهم وحلالهم بجيرهم والله ومبسطين. وكل حد ها شوفون مثلا ها بقرهم هاك. هاي زريبه الدبش مالتهم. بقرهم عادها الأول والله عندنا بقرة مسميها قطينة سنين. وكل حد والله زار في حويها. حويها وروحها يظهر فيها. شوف ترى الزار اللي بيوت كلها الطرف هذا. وأنا دايف الطرف هذا مثلا ما شاء الله. هاي بيوت العرب. فرجان فرجان ما زالوا يستوي عرس عندهم هني. هل بالبيوت اللي هناك ياخذون من البيوت اللي تحت. ويشلون زهاب هام ودنيا هام مشاي ويجيبون عاد شم. يبيعون العسل يبيعون اليد يبيعون البسيبلو الخضرة المجففة البيدام النخي. شو بقولكم ما في شيء في الدنيا اللي برزوا بل كان داخل بيوتهم. عندهم ترخيص يسمونه رخصة مبدعة. رخصة مبدعة مثل ما يبيعون عندنا في الإمارات رخصة مبدعة في البيوت خدمة التاجرات. تاجرات ايه
شو ها كم كبر البيت هذا كله يبيعون بس إلا أدوات اللي خلطوا بالشكار ولحم كنغر مجفف لحم غزلان مجفف شو بقولكم كل شيء. واليوم بعد أبو محمد طالب عليهم يودوني مطعم يبيعون لحم غزلان قالوا إن شاء الله حياسي يدورون في الإنترنت مع تفسح العرب كل حد يقول لأبوي لا تي قبل ما تأكل أبوي ستيك ما اللحم كنغر واليوم عزر عليهم إن شاء الله أن يلقطوا المكان في ما اللحم كنغر وعاد اختصاصهم هالبلاد لحم لكم عاد الحين نحن تقريبا 80% خطفنا من الطريق وفي الطريق أبوي شيء سد وهذا أبوي السد الحين وقفنا جداب أنطال إيش قال لموت هذا المدخل مكان اللي بيون الزوار اللي بيزيرون السد مفروض أول ما يبتدون من هالمدخل اللي تشوفونه كافي ما تقال الحين هذا مجسم مال السد وش قال طريقته وعلمه وخبره الحين بصور لكم إياه الحين كيف الخارطة هذا عاد الممر هذا كوفي حين كافي كافية السد مالت السد كافي مال شو السد هذا هو عاد اللي في الطريق على ما تشوفون نحن كنا في آخر الدنيا اللي هناك وين بيكون ضيع عياله وهذا عاد السد الحين برويكم اياه صورته وطريقته وعلمه وخبره هذا فلي شي مال زين يعني اذا كان الصد او السد الصدقي الحين برويكم اياه سبحانك يا رب مياه الامطار والدنيا كلها بتتجمع عندهم هذا ما يندر منه حاط طيار ها شوها طائرة بدون طيار تصور أظن السيد اللي جايين يصوروني أنا ممنوع حد ينزل هني بيكون يمكن شيء وايد مكتوب هذا السيد ما تشوفون سبحانك يا رب ما تنهدر المياه هذا مستوى السد سبحانك يا رب خيبة 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 هذا منظر علوي تصوير علوي يعني للسد شوف هذه البحيرة هذا الحين تبني أصور لكم إياها وهذا يوم تزر السد عادلين عينها شوف سبحانك يا رب هذاك المكان اللي أنا تبني صورت لكم منه من هاك المكان وهذا أبوي السد شوفوا على مد النظر على ما تشوفون ويوم يمتزر السد مصخوا له لازم يدفق من الطف هذا شوفوا شوفوا بالله عليكم على تكاليف السد العالي على تكاليف السد العالي شيء غريب عجيب تبارك الرحمن هاي الطائرة شو هاي الطيارة قلت لكم عنها قبل شوي وين صارت ترى شايفينها والله هذه ترى تحت عاد هذا ويراقب مجرى الماء ما داعي سالفته ولا حد ابوي من هواة التصوير يصور وين يدفع الماء اظني شوف مقواه مبهسه باهس هذا ابوي الكاميرات تحيدون عماركم قرب المطارات شغلتوا طياييركم وخربتوا حركة الملاحة الجوية
هذا بعد المينن يقول لك مينن هذا مينن. هاي الأشياء مسوين حق في اليزر في الحول في البرور في اليبال تستعمل هالشيء. إيه ترى هذا الرجال يطير ها حليلة. ها This is your plane? Yeah. Why you are making like this? Sorry. What for? Just having a look. That's it يعني. إيه حافظ عليك. إيه والله. هرب كان بيشتمي في ظل ما سألته. Just having a look from here. Could we? أيوة. سبحان الله. نبهسك. Could you watch us? There we are. والله شوف أنت زوم. كان إنه أدمان لا. شوف مقواك مقواك. الله. This is me. I can't. This is my hand. ما شاء الله علي. Thank you very much. Nice to meet you. Where do you come from? On the Gold Coast here. ما شاء الله عليك هي هي. من قوم نو؟ Nice to meet you. حليلة. ما ينتراب هذا احنا من قوم نو. الله العظيم. أما من قوم نو هاي روح حيب والهبلاد. يا ربي. شوف بالله عليكم. يا بوك هذا محيط عبارة مبنها. محيط. غربك الله مقواك ومبهسك. يقول هالكائنات هاي يسبح في هالبحيرة هاي هذا اسمك اسمك هاي شارات اللي عندنا في الوديان جدا محظى هو ذا اول بعد انت منو انت شو اسمك حاليا انت بالدرس هاللي في النص وين صار متى شو عقه شو عقه الضرس لازم تخبريني كيف طاح يا ربي ما شربت انزين وانت شو اسمك شمسة شمسة يا رجل انت انا فاطمه فاطمه انت ما يلي فيهم ولا هاي ثرمه وهاي دقمه عفان الله بويا ولا هاي عاده حب حب هاي بوي بطيح في كبد ابوها ما حب ياخذ كبد الله الله يطرح فيه البرد لا لا البرد ما قبل ما انزل بحطه شوف تخبر ابوك قول لقيت واحد يسمونه خالد الخالدي قال نحن هبنا قبل ياعد يسمونا عيال الغزال الاول قوم الغزال تقول له ما بدي احنا الصف شو بدك تقول له نسيت ما كنت زايد محمد علي سند البليس والله والنعم والنعم انت تدري ان كنت بربوني تعرف ها ان شاء الله عليك خبرت تو بطايش حق ابويا يوم بند قال له لاقيت خالد الخالد زين حبيبي يلا ايه وتقوم بنياعد سلم على ابوك زين قول لي يا الغزال نعم هنا هبلنا تصوير لازم تقولون انتم عيال منو شو اسمك محمد فيصل صقر من الري والله من هل وين انت زعبيل يا حسن من دبي يعني وانت راشد فيصل صقر من الري وانت مايا ابوي هاي صبري عليها انت عقب 3 سنين هبت يا وزينها 21 زوالك هاي ابوي ما ياخذها الا شيخ صدق هي نعم هاي بتشوفينها بتغدي وحده توجف الماشي هي ما شاء الله عليها يعني الله يحفظها الحمد لله ما شابهت اخوتها تعال ياي انت بكبرك تعال انا هي بكبرك انت من وين ابوي محمد بن عتيج الرميلي والله من ابو ظبي يعني لا لا اسكن دبي طال عمرك ايش حتى انك هاي بعد عندي واسطه ايوه ظاهر ابوي كرتك انت انت ابوي ما تسكت ابوي رميتي وين وين ما تعق خيطك ابوي حلالي ظنك؟ يا الله مايا يلا صوري وانا اصور جبرايلي اشوف دروسك اشوف
نعم نبغي لنا فيديو حق رب الخديه. اي رب الخديه وخوالي ابوي هذه مرحبا. نور نور خوالي. على الله يحفظك ويحفظهم. مرحبا. الصغار قبل الكبار بعد كله يتريق. انت منو الحين؟ انت منو كبرك؟ سيف بن عبد الله. سيف بن عبد الله بن سيف بن راشد. والله والنعم بريحه الطيبين. وعليك السلام. ايوه تسمينك ابوي على سيف بن راشد. نعم والله والنعم. انت تدري اني يدك شيء خصني؟ عارف ولد عمي. ولد عمي. اي والله يوم تقول يدك شم اخذت ابوي ويدي. اي والله يا سلام. الله يرحمهم. الله يرحمهم ان شاء الله. امين امين. اجمعين ان شاء الله. والاخير الحين انت شوف هنا انت ما ارادتوا منه. لا يلا ما حبي اصور وياي. لا تصور لازم اصورك. يلا زي غايته. ها؟ تعالك ما تصور. يعني تحيل تطري تبور تطري الامير. نعم الامير. آه الامير ابو ثلندر جاي سوحوط ويا نواقف انا ويب ابوي. آه الامير هو يوديني انا. اشكرك والله. يلا الله يحفظكم. شايف الخاطر؟ سلامتكم. تعال ياي تعال ارسل وياي. ايه تعال هلي بليض روس. ايه عرفناك. لين الحين لا. المدير ابو انسان تكذب. لا الحمد لله انك ما شابهت ابوك. ليش؟ ابوك ما في هاك الزود الزين يعني عتيد زين. ابويا بغاره الحين. الله يحفظكم. انت ثلاث باب من فوق البنايه؟ من دور 37 وصلت الصوت ولا لا؟ وصل صوت منصوري ما بيوصل؟ منصوري منصوري ابوي صوت يخبق الاذن. يا غير والله يا غير 30 يا عيني. لا 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 ما عليك باس. ما عليك باس. ها كله ترى مصور. اوه والله والله ترى صوت المنصوري يدوي يا اخي. حصه حدود. اقول لك الحمد لله في دمك بيوصل صوته مثل طال عيده ما يلتف. لا لا وصل وزفت. ايه ايه اي نعم. يا مرحبا والله. شو تبون؟ ها؟ شو تبع؟ تبع شيء. شو عيه؟ بعد ناق مني بعد هين هو. ليش اسمك انت؟ عاشر. اي صف؟ رابع. رابع؟ بس الخامس. رابع؟ ايه. كم ودي ساقطة؟ ولا لا تساقطة. لا والله لا. كيف عصاف الرابع؟ ما ادري. بس الخامس. والله. احس انك تكذبين. والله لا. والله؟ والله. ايش يستوي؟ وصدي منا؟ بعد شلقة؟ ساقطة وشلقة؟ والله ساقطة. يلا. وقع علينا احنا هنا هاليوم؟ هنا قبلك مرة بنص ساعة ساعة. والله؟ اي نعم. وصلت وين الشلال؟ وصلنا في الشلال وهذا وخذنا بعد مال فيول وركبنا مال فيول. فنانة؟ اي نعم. دورت كله ما جينا هناك اليوم قلنا بيا كيف اللي يعطيك العافيه. الله يحفظك يا سيدي. شباب وين؟ لا انا العائله كلها سلام لخليك. الحين بسلم سناب شنو سناب يلا زي صبري مره عمرتين. شو اسمك انت؟ عفره. عفره عفاري. اي صف عفره؟ سادس سابع. سادس سابع ابتدينا في الشهر. سابع سابع. انت؟ ايه. ما شاء الله ما شاء الله. ويهج ويهج بيك عف. يلا الله يحفظك معي. ودعمك يا رب. وكلها خليك سلم حبيبي. سناب كله سنابي كذي. شو اسمك انت؟ اي صف؟ تحبي تتذكرين؟ ما شاء الله عليك. وين ساكنين انتم؟ في استراليا؟ لا لا في الله وين امتى؟ ندش بتو. تعرفين؟ بيت خالي انا هناك؟ ورا بيت خالي. انتوا ساكنين ورا بيت قوم خالي. قوم خالي ساكنين ابوي هناك اول ناس كانوا ولا شبههم. وانتم كلكم ابوي الا من عقب. اوكي مشكور يا ابو. يلا الله يسر ابوكم. قال لكم البارحه على الكورنيش في الليل شيء بازار. يبيعون المنتجات مالتهم وما ادري شو خراوشين يعني ما ادري شو يعني بقى وما بقى وقراطيس ومال ساحر واللي يرسم وصور يعني على ما تشوفون هذا وين على الكورنيش البارح ولا نفاخ الضوء اليوم الدنيا من جلبه فوق تحت تشوفها مثلا يبيعون اللحم مال كنغر ومال لحم ما ادري شو يعني سوق مال منتجاتهم التقليديه الحرفيه
يعني تقريبا زحمة زحمة ما شاء الله وايد زحمة بعد زحمية غير ما اشوف انا حد اشترى شيء كله نبوي يترقرق ما حد شال قرطاسه ولا خريطة ولا شيء يعني كذي جايين هالشلالات قبل انت والله خلاص الخير وينها تزورنا ان شاء الله وانا عندي قريه تراثيه عيوني فيه عيوني انا بكبر راعي التراث عيوني فيه تحب التراث انت؟ اي نعم بتحصل كل شيء موجود ان شاء الله اذا الله جعلنا من حي بشوف المخزن بشوف العريق بشوف الخيمه الله الغرافه عشان تعرفها كل شيء كل شيء كل شيء بشوفه والمنيور يا الله يا الله يا الله يلا سووا لنا صور على بالي ان شاء الله نبيكم عاني اذا الله جعلنا من حي درويش. والله والنعم والنعم وين ساكن في راس الخيمة؟ الضيف الجنوبي مرة الضيف الجنوبي وقعتوا جديدة انتو؟ لا ما في جديدة يعينكم 15 سنة او 20 لا اكثر؟ في الكنتاكي؟ هي مرة خلف الكنتاكي ايه ان شاء الله عيوني ان شاء الله قرية يونس انا احب كل مكان يونس ما شاء الله انت بكبرك تستاهل عنوة الله يخليك الله يحافظك ويبارك فيك اقول لكم باكر باسين ملبورن بنيلس 4 أيام إنزين برد بنيلس 5 أيام في جولد كوست وخلاف أبوي برد نسير نيوزيلند نيوزيلندا بنيلس 5 أيام برد عاد عقب برد نيلس في هالبقعة اللي نحن فيها اللي هي جولد كوست ونيلس 3 أيام وخلاف برد دبي إذا الله جعل من حي تقريبا برد عليكم السلام مرحبا 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 زين بنيس تقريبا 3 أيام فخلاص برد الله جعلنا الحي وملبورن نقول لك البرد اللي في الدنيا كل فيها يعني سجيع واحد مشكلتي ما بي اجيب لبس مال برد عندي بس اللي هالطربال اللي يعني لبسه وحده شيء فنايل من الاطوال غير ما كنت ما بمال فنايل انا احب البراد لكن ما بهالدرجه انا البرد ما داني أقهر الحر ما عندي مشكلة لكن البرد ما داني البرد أنا أكره البرد أصلاً والله ولا بعرف شو الحل إن شاء الله هنا بيخاف يقولك بعد هالبلاد اللي إحنا سايبينها باكر ملبورن باردة أبرد الحين هني درجة الحرارة 10 هناك يوم في 3 لكن يقولك نيوزيلندا هي الثلج ريج يا متن وحدة هي عندك بس عشان يدتي دائما ما خلي حد يسكتك ولا يقول عندك شيء دائما تمزح يدك مني؟ عشب الحمد انتم مضبي لو مدبي؟ لا مدبي مدبي؟ من الضار زي تعرفين أمي شو اسمها؟ اسمها عوش بعد؟ ما اسم يدك بس اسم يدك زي تسلم على يدك مشكورة مشكورة يا عوشة يعني الله يحفظك يبارك فيك يطرح البركة في هالأحفاد الفنانين إن شاء الله تلحقين على عرس عيال عيال عيالها إن شاء الله قول آمين آمين إيه شو اسمك انت حينا؟ عميل عبد الله بنت زينب والنعم وانت؟ عبد الله عبيد مسعود والله والنعم وليش زنوب ابوي في هالبرد؟ ما عصبنا عاد يلا بسرعه بسرعه يقولون شيء تعال يلا شيء تبون؟ لا بس يلا صور والله عليكم نوبو هذا محمد بن حمدان بن غليطة والله والنعم ابوي انت وين خشين الناس صدياي صدياي شوف 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 فوتو شوف فوتو يا سلام يا سلام يا سلام بجيك بجيك هاي للمرة الثانية والأخيرة آخر مرة تصور وياي بدون بيزات وين العشرين اللي اطالبك اياها المال البارحة؟ البارحة ما قلت لك يوم بتصور وياي ب$20؟ لا بعد تكذب؟ زين اقول لك بتخف بيخف وزنك وما ادري شو صد ياي زين نزل يديك شو اسمك الحين شو اسمك؟ عبد الله عبد الله بس يدك نزل يدك يلا يلا اخر مرة شو اسمك؟ عبد الله غانم بالحب المنصوري نو عبد الله غانم بالحب المنصوري نو هالجماعة كلام جماعة نو هالشي اسمه ما يبنو مرة ثانية آخر شيء آخر شيء عبد الله غانم بالحب المنصوري من وين انتو؟ من أبوظبي يا ربي ساعات تقول من دبي ساعات من أبوظبي من وين هو؟ أبوظبي ايه يدك
براين ياسين ربع اكتبه تصور؟ اذا خلاص حلف والله. متى بينقص وزنك؟ ما ادري. البحر ما بقال لي اليوم بينقص وزنك؟ كنت امزح. شداد. كم همبرجر كلت اليوم؟ ولا واحد. شو كلت؟ شو تغديته؟ عيش. وشو يا؟ روب. عيش روب خالي؟ لو عيش روب ما غديت هالمتل. مع توني. توني بعد؟ ما فيك حيلة. يا رب الله. بشيركم عادي حفوز الطيارة حين باكر طيارتنا الصبح. باكر طيارتنا الصبح ورقاد حين لا بيه ساعة 11 الحين 11 ونص جنها. ولين حين ابوي لا يا رقاد شفتها بياي الرقاد. المراد ما بهذا الموضوع، الموضوع يا الله يحفظكم. انا حين نزلت اليوم لكو 600 سناب وكلهن ابوي فيهن. انا اتحرى الفلتر هذا مال جولد كوست. ترى ابوي الفلتر هذا دعاية مال واين. وانا ايش دراني من الدعايه مال واين؟ ما دريت بابوي عاد العذر والسموح اللي شافوه يسترون على ما وايهوا. معروف اني انا لا براعي واين ولا براعي امور ضايعه. شو بسوي؟ من قلت لا حيل ما دريت به انه واين. اتحريت الفلتر مال البلاد ولا مال المنطقه ما يبين ما اعرف. لا يرتديت المسجات الحين نص الليل. شو اسوي؟ هذا اللي صار واستوى. صبر جميل وبالله المستعان واستروا على ما وايهتم.